أنا حنان منال الزعبي من الناصرة، أم لأربع أولاد. اليوم بشتغل في جمعية مدينة الجليل، مديرة مركز زوار في كفر كنا المنطقة الصناعية. أنا بالأصل معلمة، خريجة جامعة حيفا للقب أول. علمت فترة بس ما لقيت نفسي في هاي المهنة، وانخرطت في صفوف نقابة معان وكمان في حزب دعم. واليوم احنا بنقوم بمشاريع اللي هي ممكن يكون لها فائدة وتعود بالنفع على الوسط العربي. الشغل في معان وفي دعم أعطاني نوع من النظرة الثورية، إنه أنا مش لازم أقبل بالموجود، في إمكانية إنه أغير. أنا مش لازم أضل قاعدة بالبيت وأقول الفرج من عند ربنا وممكن تفرج وممكن شي يوم يتغير. لا، أنا عشان أغير أنا لازم أطلع إلى الناس وأشتغل في صفوف الناس عشان أجيب التغيير. في البداية حاربوني، العيلة ما كانش عليها هوين إنه بنت بالبيت إنها تنخرط في العمل، خاصة العمل السياسي. وكل انضمامي للحزب بالبداية لاقى اعتراض من العمام ومن في البيت ومن الوالد، لأنه في الوسط العربي السياسة هي حكرا على الرجال في العائلات. بس مع إصراري ومع تعندي قبلوا من الموضوع، واليوم بيحترموني وين أنا موجودة.